الناس، مرحبا بكم في قناة أم جناس. اليوم إن شاء الله بغيت نوريكم واحد الطريقة ديال الحوت مشرمل ومشوي في الشواية إن شاء الله يا ربي. ندوزو المقادير اللي تنحتاجو في هذا الحوت هذا المشوي. على بركة الله، أول حاجة كنحتاجو التوابل. ما كاينش اللي ما كيعرفش التوابل هادو، يعني الملحة، الكمون، الخرقوم البلدي، سكينجبير، الحار، الإبزار، بابريكا اللي هي التحميرة، يعني كتاخدو ديك الكمية اللي بغيتو. عندي هنايا واحد البصله محكوكه، عندي هنايا تقريبا واحد ثلاثة ديال الثومه، ثلاثة دريوس تاع الثومه. عندي هنايا واحد شويه ديال المعدنوس مقطع بهذه الطريقه هذه. عندي هنايا واحد المعلقه ديال الزيت، يعني ماشي بزاف، عندي غير معلقه ديال الزيت على بركه الله. وعندي هنايا الحوت السردين، يعني خذوا نتوما اي حوت اللي بغيتو. عندي هنايا السردين حيت هو كيجي زوين بهذه الطريقه هذه. وانا غسلته كما كتعرفوا، راه حيت ليه هاد القشره الفوقانيه، حيت ليه ديك القشره اللي كتكون الفوق، وحيت ليه غير المسار، ما حيت ليش داك السنسول ديالو، وخليته هكا على بركه الله. ندوزو نوريكم الطريقه. بسم الله، انا عندي هاد الاناء هذا غادي نخلط فيه كل شيء. بسم الله، عندي البنات هنا نسيت ما قلت لكمش، عندي واحد شويه ديال الخل راه درته هنايا. الخل كاين عندي هنا، بغيتو نتوما ديروا الحامض ديروه، يعني غير داكشي اللي تواجد عندكم في الدار ديروه. عندي هنا التوابل غنديرهم كاع كاملين، ولا بغيتو نتوما عاوتاني تزيدوا تضيفوا شي توابل اخرين يعني ضيفوهم عادي. عندي هنايا ديك معلقه ديال الزيت، يعني ماشي بزاف، يعني حيت ما غاديش نحتاجوا ديك الزيت. نتوما البنات ناخذوا الحوت ديالنا بدا نخلط هذا الشيء كامل حتى كنحصلوا على هذه الشرموله هذه البنات. ها هي، يعني راه كتجي زوينه وفيها واحد الريحه زوينه بزاف، يعني ما تكثروش في داك القزبور وما تكثروش في داك العطريه بزاف، يعني غير شويه، غير داكشي اللي غادي تساعد نتوما. يعني راه كيتشرمل بوحدو نتوما، نحاولو نشرملوهم هكا بهاد الطريقة هادي. ولا بغيتو نتوما عاوتاني تشرملو وحدة بوحدة، أنا غير بغيت نوريكم الطريقة نتوما. تخلوهم يعني حتى كيشربو هاد العطرية هادي مزيان. ونزيدكم البنات فاش تبقى تكملوا، فاش تهزوا هذا الحوت هذا كديروه في الشوايه نوريكم، يعني فاش تبقى لكم ديك العطريه وداك البصله وداكشي اللي يعني داكشي اللي بقى ما كترميوهش، تخليوه كديروه في لاصوص الطماطيشه. غادي نوريكم واحد لاصوص كنرافق به هذا الحوت هذا، وغادي نوريكم الطريقه ديالو ان شاء الله يا ربي، الطريقه ديال هذا لاصوص. يعني غنوريكم بعدا هذه الشوايه. الشوايه ديالنا يعني راه ما كاينش اللي ما عارفش الشوايه. بسم الله، يعني حاولوا ديروهم بهكا، يا ما ديروهمش بهكا حيت عندي انايا هادو واسعين شويه، غنقدر نديرهم بهذيك الطريقه غيقدروا يطيحوا. يعني نتوما ديروهم بطريقه اللي بغيتو، كتشوفوا نتوما عاوتاني الحوته اللي ما فيهاش تشرموله لداخل، يعني كتحاولوا ديروا لهم ديك التشرميله تشرموله ديالها، تعمروهم مزيان، يجيو بنان البنات بزاف بزاف وصحيين بهذه الطريقه هذه. يعني الطريقه هذه زوينه بزاف.
طريقه زوينه يا البنات بزاف. حنا غادي نديرو هذيك الكميه اللي غادي تدي لينا هاد الشويه هادي وصافي. يعني الا بقات شي حاجه هانتوما يعني نقص وحده باش يجي داكشي طايب مزيان. هانتوما الحاجه اللي كتشوفوها ما فيهاش التشرموله ديالها بزاف يعني حاولوا تعمروهم شويه اللي تلقاوها راه يعني فيها صافي. يعني اكتفيو بداكشي اللي في الوسط منها يعني بلا ما تكثروا بزاف يعني باش يجيو حتى هما عاوتاني فيهم ديك البنه ديال تحسوا بديك البنه ديال الحوت يعني غير شويه ماشي بزاف يعني غير اللي ما فيهاش باش تخلي هذيك العطريه وداكشي. هانتوما البنات حنا غنديروهم يطيبوا ان شاء الله يا ربي وغادي نتلاقاو ان شاء الله يا ربي. هانتوما البنات بالنسبه اللي ما كتصدقش معها لاصوص تاع مطيشه راني غادي نوريكم الطريقه ديالها كتجي زوينه يا البنات بزاف جربوها غتعجبكم. عندي هنايا يعني كتاخذوا نتوما الكميه اللي بغيتوا ديال المطيشه يعني اللي غادي تسهلكوا داك النهار. يعني هنايا عندي واحد ثلاثه ديال المطيشه يعني راه طيبتهم سلقتهم في الماء يعني حتى تسلقوا لي مزيان. هانتوما البنات هما راه حتى تسلقوا لي مزيان في الماء. عندي هنايا بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو فيها عندي هنا واحد البصله محكوكه عندي معدنوس يعني مقطع عندي تقريبا واحد ثلاثه دريوس تاع الثومه محكوكين وعندي هنايا ورق سيدنا موسى. بالنسبه للتوابل عندي هنا الملحه عندي الخرقوم البلدي عندي قبيصه ديال السكينجبير ديال الابزار عندي سكينجبير عندي الكامون عندي البابريكا اللي هي تحميره عندي الحار. يعني نتوما عاوتاني بغيتو تزيدو تضيفو شي حاجه اخرى ضيفوها عادي ماشي مشكل. هادو هما التوابل اللي كنحتاجو وكنحتاجو من طبيعه الحال الزيت يعني وديك الشرموله اللي قلت لكم قبيلات اللي كتشيط لكم من الحوت اللي غادي تشويو يعني اللي غادي ديرو في الشوايه. الا شاط لكم واحد الا شاط لكم ديك الشرموله ما ترميوهاش زيدوها نيت مع سميتو راني غادي نوريكم على بركه الله. انا غنجيب كذلك هذا الاناء هذا غندير فيه هاد المطيشه هادي يعني راه هي طابت طايبه كنحيد لها القشر ديالها يعني راه كطيب وتتحيد لها واحد ديك تحيد لها ديك الحموضه وانا غادي نطحنها باش نوريكم. يعني اللي باغا تحيد لها داك العظام ديالها وداكشي يعني تزولهم بهذه الطريقه هذه كيجيو ساهلين بزاف. هانتوما كيجيو ساهلين بزاف يعني حتى كناخذوا غير داك اللب ديال المطيشه. هانتوما البنات بسم الله على بركه الله اللي ما عندهاش هادي طحنه في اي حاجه واللي ما عندهاش كاع طحنه غير في الحكاكه ديالها. هانتوما البنات راه طحناها وصفيتها كتجي زوينه يعني ديروا نتوما ديك الكميه اللي بغيتوا يعني راه نتوما راه صفيتها حيت لا غير دوك العظام حيت لا داكشي اللي محتاجه وخليت غير دوك العظام. هانتوما البنات يعني اللي بغاتهم تخليهم يعني بلا ما تزولهم يعني راه كيكونوا طايبين ترى بلا ما تزولهم واللي بغات تحيدهم تحيدهم عادي ماشي مشكل باش تجي لاصوص ديالنا ما حامضاش تجي زوينه بزاف. وهانتوما داك داكشي اللي شاط ليا من داك الشرموله اللي درنا للحوت يعني كنديرها انا كنضيفها حتى هي هنايا كتجي زوينه بزاف. داكشي اش قلت لكم ما ترميوش سميتو كناخذوا التوابل ديالنا كناخذوا هاد المهم البصله والمعدنوس والثومه وهاد ورق سيدنا موسى يعني كلشي كنخلطوه. يعني ما كنضيفو حتى حاجه اخرى
راه الزيت نسيت البنات ما قلت لكمش، يعني راه الزيت كنت درتها في المقله، ها هي راه باينه كنت درتها ديجا، درتها في المقله يعني. دابا كنشعلو على المقله ديالنا، هانتوما البنات انا شعلت على المقله ديالنا، غنخليها دابا طيب تشحر ليا بشويه عليها على ما نطيب داك الحوت ان شاء الله يا ربي، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال هذا الشيء. وحتى تقربوا كاع تحيدوها البنات وضيفوا لها واحد شويه، زيدوا لها غير واحد شويه ديال الزيت البلديه الا بغيتوا تضيفوه، الا كانت تعجبكم زعما هكايا كتجي زوينه صراحه. هاد لاصوص هادي كتجي رائعه، ما كاين ما بحال هاد لاصوص هادي، جربوها وانتم تشوفوا الطريقه ديالها كي دايره وتشوفوا المذاق ديالها كي داير، كتجي واعره واعره بزاف. قبل البنات كما قلت لكم يعني ديروها في شي حاجه حتى كطيب مزيان، يعني بالقشر ديالها كتغسلوها وكترميوها في الكوكوط او في الكاسرونه ولا في شي حاجه يعني، وكتخليوها حتى كطيب حتى كتحيد هذيك الحموضه وداكشي، يعني حتى كينزل منها داك الماء الحامض، وكتحيدوها كما شفتوا في الفيديو، يعني كنطحنوها بهذه الطريقه هذه اللي شفتوا، كتصفيوها وها هي النتيجه ديالها البنات، تجي زوينه لا في الشوفه ديالها ولا في المذاق ديالها ولا في الشكل ديالها. يلا انتوما معايا البنات حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالها، هانتوما يا البنات هو الشكل ديال لاصوص تاعنا، كيجي زوين بزاف، هو الشكل ديالو تيجي زوين بزاف بزاف، جربوها البنات غيعجبكم. ومن طبيعة الحال ها هو تاني الحوت ديالنا، كيجي بنين وكيجي لذيذ بزاف بزاف، يعني راه لي ما جربش هاد الطريقة هادي راه يعني راه ما جرب حتى حاجة في حياته صراحة الله، كيجي زوين وبصحتكم وراحتكم البنات والله.